معنا هاتفيا من الدوحة دكتور لقاء مكي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك دكتور لقاء. هناك ردود فعل حكومية صدرت كلها تصب في اتجاه واحد من رئيس حكومة بغداد، كيف ترى معالجة العبادي هذه الأزمة في كردستان العراق؟ نعم، هو حقيقة واضح أنه رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يريد الدخول في حوار الآن، وهو غير مستعجل للدخول في حوار مع حكومة الإقليم، حتى لو أنها ألغت نتائج الاستفتاء بشكل علني وواضح، لأنه أصبح يعني من الواضح أيضا أن الحكومة الحالية بالتشكيلة الحالية برئاسة السيد نجرفان البرزاني لم تعد تناسب التوجه الجديد للحكومة. أعتقد أن هناك استحقاقات تريد حكومة بغداد أن تستثمر الظرف لتوليها أو للحصول عليها، ليس فقط واردات النفط وهذه الأمور الفنية، ولكن أولا استعادة جميع الأراضي التي سيطر عليها الإقليم بعد 92 وليس بعد 2003، يعني حتى منذ عام 92، يعني يرجعون إلى حدود أربيل ودعوك وسليمانية. والشيء الثاني أن تكون هناك حكومة جديدة لا يرأسها نجرفان البرزاني وتكون من خارج العائلة البرزانية بالكامل، هذا أعتقد واحد من أسباب رئيسية التي تجعل حيدر العبادي يتأخر. حتى لما صارت المظاهرات في سليمانية كان هناك يعني احتمالات قوية أن يبادر حيدر العبادي لتغيير الحكومة أو حل الحكومة تحت لافتة الاستجابة لمطالب الجماهير، وبذلك لا يستطيع الغرب الدفاع عن حكومة نجرفان البرزاني. أعتقد هذا واحد من الأمور التي تؤجل هذا الحوار. نعم. في المقابل يعني السياسة الكردية حتى في بغداد تحاول أن تفعل شيء، يعني هناك سعي من الكتل الكردية في البرلمان لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء عبر طرح مشروع قانون، يعني ربما ذلك سيكون صعبا التصويت عليه في مجلس النواب ببغداد. في مصلحة من إذن برأيك هذا السجال الدائر في كردستان العراق؟ هو شوف، طبعا كردستان أو الأكراد هم مقسمين انقسام قوي جدا وانقسام متعدد، ليس انقسام ثنائي كما كان عليه الحال دائما من قبل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. الآن هناك حتى في داخل الاتحاد الوطني انقسامات بين طرفين وربما حتى أكثر، ولا ننسى أن حزب التغيير اللي في السليمانية هو أصبح طرف ثالث في المعادلات السياسية الكردية، لم يعد هناك حزبين، هدد بالانسحاب من العملية السياسية. نعم، وهو انسحب من الحكومة أصلا مع الحزب الجماعة الإسلامية. نعم. ورئيس البرلمان استقال أيضا هو من التغيير، بالتالي أصبحت الحكومة في وضع مهدد جدا، حكومة هشة وضعيفة. وأعتقد أن هناك حوار مع بغداد ربما من أجل حل الحكومة بشكل نهائي، يعني حل الأزمة السياسية في كردستان يعتمد أو يعني يجب أن يبدأ خط الشروع من حل الحكومة. وحل الحكومة حقيقة يعني أنه لن يعود نجرفان البرزاني رئيسا للوزراء، وربما الحزب الديمقراطي سيفقد الكثير من يعني الامتيازات التي يمتلكها الآن. ربما يعمدون إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في الإقليم، ربما تجري في نفس الوقت اللي تجري به الانتخابات البرلمانية في شهر مايو المقبل. يعني هذا واحد من ربما من الخيارات المحتملة، انتخابات عامة جديدة يكون فيها تشكيل جديد، تشكيل حكومي جديد يسحب البساط من تحت العائلة البرزانية. أيضا دكتور لقاء، ربما استمعت إلى تصريح سيد إياد علاوي، هناك من يرى أن إياد علاوي يحاول ركوب موجة الأزمة في كردستان لمكاسب سياسية، لا سيما بعد اتهامه الحكومة بأنها تمارس ما سماها عملية كسر الأنوف مع أربيل. والله يعني اعتقد هو بها صواب كلام علاوي، بالتاكيد خساره يعني انقسام، الحقيقه الانقسام اللي صار على الصعيد الكردي وتسليم كركوك بدون قتال ويعني تسليم مناطق اخرى في نينوى كان هزيمه كبيره لاقليم كردستان، وحول رئيس الاقليم
من كيان او من شخصيه اعتباريه كبيره في العراق الى مجرد موظف حقيقه. نعم. وبالتالي يعني مثل اي محافظ. بالتالي اعتقد ان كان هناك هزيمه كبيره للاكراد. نعم. اياد علاوي ربما يريد ان يقول ان يعني بعد هذا ما تحقق يكفي، يعني ممكن الان الشروع في حوار. عمليه المغالاه في ايذاء الجانب الكردي قد تكون تصفيه حسابات اكثر منها عمليه سياسيه، اعتقد هذا من جانب صحيح. ولكن ايضا القصه لا اعتقد تتعلق بالنسبه لعياد علاوي ب يعني امور انتخابيه، لانه لو كان يريد ان يزايد ضد الاكراد. بالنهايه هو يعتمد على الشارع العربي، واعتقد الاستقطاب العرقي والطائفي هو اللي يسري في الانتخابات للاسف الشديد كما تعرف. نعم. يعني كان العكس هو الصحيح بالنسبه لي لو كان يريد المزايده الانتخابيه. نعم، اشكرك شكر الجزيل. من الدوحه هاتفيا دكتور لقاء مكي الكاتب والمحلل السياسي.